صدرك لازم يتقطع من معجزات العذراء ميت بشار مع انفين رمسيس من البحيرة. دخلت في تجربة مرض سرطان، وبعد العلاج والأدوية الدكتورة قالت لازم صدرك يتقطع. الدموع نزلت، مشكلتنا ما نعرفش ربنا غير في آخر مرحلة. قعدت تبكي وراحت كنيسة العذراء ميت بشار. أبونا قال لها روحي للعذراء، راحت طلعت منديل ومسحت الصورة وروحت البيت، يعني ما حصلش حاجة. ايه ده بقى، فين المعجزة؟ انا كنت متخيل ان هي اول ما تروح عند الصورة المعجزة هتحصل، لكن بالعكس. دخلت الاوضة، رفعت عينها لربنا وقالت له لو عايز تزح عني التجربة دي زحها، ولو عايز تخليها خليها. وحطت المنديل في صدرها ونامت. صحت لقت المنديل جواه صديد ريحته وحشة والألم اختفت. راحت للدكتورة قالت لها هو الألم فين؟ قالت لها ربنا اتدخل. عشان كده معلمنا لوجا قال وأرسلهم ليو كاريزو بملكوت الله ويشفي المرضى. بركة شفاعة أم النور وصلاة أبونا جردس تكون معاكم وتفرح لكم.